شركه حديد مصر. هنا بنتكلم عن قطر هو بيعتبر طياره نفس المستوى نفس الاحساس تحسه لو انت راكب طياره، ويمكن كمان بتتفوق على خطوط طيران كتير. احنا هنا بنتكلم عن قطر الكراسي مريحه جدا، بنتكلم عن فتحه USB والاحساس بتاع السفر المريح، لكن طبعا بيزيد عليه ان انت قاعد بتتفرج في فيو هنا مختلف يتفوق عن الطياره. القطر حاجه بتضاهي اعلى من مستوى شركات طيران لبعض الدول، يعني انت قاعد في القطر احسن ما تكون قاعد في الطياره. المهم الناس تكون عندها ثقافه ازاي نقدر نستخدم الحاجه. لازم زي ما انا استلمتها خدمة جيدة مستوى نظيف لازم أسيبها بنفس المستوى. لو عندي مستوى سفر بالشكل ده أنا هفضله عن الطرق البرية بكتير. أولاً القطر جميل جداً الحمد لله، الكراسي التكنولوجي اللي موجودة من الشاشات حتى الشحن نشحن USBs بكده. طبعا كل حاجه لسه جديده، يا رب تفضل كده يعني ان شاء الله. بس سو فار لا الرحله حلوه قوي ولا مبسوطين جدا ومريح جدا القطر. الحقيقه القطر اللي احنا راكبينه ده القطر تلجو بنعتبر ان هو من احسن القطارات الموجوده في العالم يعني، وده كان امل كبير عندنا ان احنا نوصل بالعالميه للسكه الحديد بتاعت مصر. القطر ماشي كويس ستيبل خالص، مفيش اي ملاحظات عليها، فخم جدا، الانتريورز بتاعته فخمه جدا. والحقيقه الميزه بتاعه القطر ده ان الشركه المورده هي اللي هتعمل الصيانه بتاعته لفتره 15 سنه، وده طبعا حاجه كويسه تخلي القطر بحاله جيده طول الفتره دي. ونرجو ان احنا دايما نبقى مواكب التقدم العالمي اللي موجود في السكة الحديد بتاعت العالم كله إن شاء الله. هنا أحسن كتير، الكراسي أريح بكتير، وكل حاجة بصراحة متنظمة حلوة قوي، السيرفيسز كويسة، وكل حاجة محتاجها موجودة يعني. وده أحسن بكتير من القطر اللي فات عشان ده أريح بكتير والسيرفيس هنا أحسن. القطارات النظيفة دي ما كناش بنشوفها قبل كده إلا في الدول الغربية، دلوقتي أخيرا شفناه عندنا هنا في مصر. أسعاره في متداول الجميع، مش غالية قوي يعني، خدمة مميزة. برضو الخدمات اللي جوه الفطار المشاريب الحاجات دي برضو مهياش غالية قوي يعني كويسة، حاجة مشرفة جدا، حاجة لازم تتعمم في كل الجمهورية. فرق واضح جدا ما بين القطر ده وبين أي قطر أنا ركبته قبل كده، مستوى السرعة كويس جدا ومستوى الخدمة طبعا كويس جدا، وأتمنى ده يستمر، وده يستمر طبعا بالإدارة الصح والصيانة. جربت الكافيتيريا النهاردة أثناء الرحلة، طبعا مستوى المأكولات كويس جدا، وموضوع ان التدخين عشان محدش يتضر من غير المدخنين دي برضه نقطه فارقه. له بعد كبير جدا جدا في الخدمات وفي الشكل وفي التصميم. مبسوط جدا بالتجربه، فرق كبير جدا بين القطر ده والقطارات القديمه. بصراحه وزاره النقل دلوقتي تعمل نقله وطفره في كل المجالات، احنا مستنيين المونوريل يخلص. وجربت ال RT كان حاجه فوق الوصف، القطر ده بالذات يعني حسست ان انا في اوروبا، قطر مستوى عالي جدا، خدمات فيه عاليه، الاكل، السرعه، النظافه، تكييف، الواي فاي، الكهرباء، كله تمام، ما حسيتش بالرحله خالص. مبسوطه جدا جربته، واكيد مش هتكون اخر مره. التجربه بالكامل بتعتبر جيده جدا، احساس نفسي كانك ما سافرتش من الاساس، زي ما قلنا مستوى رفاهيات بيضاهي نفس المستوى اللي هتحسه في الطيارات بالظبط.